مس إسراء تعالي هنا. طب ممكن تجيلي انت عشان تعبانه قوي؟ لا مش هجيلك، تعالي انت. اصل انت مش مدرك تعب الحمل وقساوته. لا مدرك وعارف قساوته. طب ينفع اخد اجازه؟ لا ما ينفعش تاخدي اجازه. يعني ينفع اشتغل وانا تعبانه؟ لا ما ينفعش تشتغلي طبعا وانت تعبانه. لا مش فاهم يعني كده اخد اجازه ولا ما اخدش اجازه؟ مش عارف، دي طريقه سؤال بقى جديده عليا. بقول لك ايه، خليكي في الشغل بس ما تشتغليش بعد اذنك. استنى يالا، انت بتلعب؟ لا انا مش بلعب. قول الحقيقه. لا مش هقول الحقيقه. قول الحقيقه بقول لك. لا مش هقول الحقيقه بقول لك. انت لما بتكذب بتتهته يا وسيم. لا 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 انا ما بكذب، مش بتهته وكده. لا لا بعد اذنك، بعد اذنك وسيم. هو يا زهر بيه، هو ده اللي عطلنا وما خلناش ندخل لك على طول. انت؟ انا كنت متاكد انك انت. انت عايز ايه يا جدع انت؟ يا زفت يا زفت، مش انت وعدتنا انك مش هتغلط تاني؟ لا انا ما وعدتش حد بحاجه، وانا ما غلطتش اولاني اصلا. يا بارد؟ لا يا فندم انا مش بارد، انا دافي جدا. مش هغلينك هنا عشان تطفشني صح؟ اصبر اصبر. اخف وارجع لك. حضرتك مش هتخف ومش هترجع، ايه رايك بقى؟ ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ انتوا مخبيين عني حاجه صح؟ انا حالتي خطيره. ها حالت هموت 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 صح؟ حموت. طيب يا زفت لما ارجع لك. مش هترجع لك. مش هترجع. لا برجع لك. ما تقعدش تقول كده بقى، ما تصعبش عليا يعني. ترجع. شغلي بيضيع. ابوك يا منور كنتوا. هو ده اللي انا كنت خايف منه. ده اللي انا كنت خايف منه. الو السلام عليكم. انا اتبعت لي رساله من النمره دي ان ابوك لقى مقبره فرعونيه وتعالى قوام عشان تصرفها. اجيلكوا فين يا سيدي؟ والله عارف ان انا الوحيد اللي اهتم وكلمتكوا، قول لي اجيلكوا فين. الفيوم؟ حاضر حاجه. حاضر مش هتاخر. غريب. ايوه ايوه مظبوط. ايه تعالى عايزك في مصلحه. وايه نوع المصلحه دي؟ على الصبح اثار في رسالة بعتت لي دلوقتي إنهم لقوا مقبرة فرعونية وعايزين نصرفها. إيه دي؟ الرسالة اللي جا لك أبوك لقى مقبرة وتعالى الحق بسرعة عشان نصرفها؟ أيوه هي. أيوه أنت بيضحك عليك بالحاجات دي يا مصر بيه؟ ده أنا خالي اللي اخترع النصباية دي من يجي مليون سنة. يا سيدي عارف إنها نصباية، الرسالة دي أصلاً بتتبعت لي من 2006. طب كويس. هو إيه اللي كويس؟ غريب، ركز معايا وركز أنا نديه لك ليه؟ دلوقتي أنا اتبعت لي رسالة طالبين مني إن أنا أروح أصرفها في الفيوم. أنت بقى مش عايز تطلب مني حاجة أعملها أو تطلب مني حاجة ما أعملهاش؟ لا عايز. أيوة طبعاً. أنت متأكد إن العيال دي نصابين مليون في المية؟ أيوة. ولو رحت هناك هترجع من غير هدومك؟ أيوة. أنا بقى عايزك تروح. ليه؟ وتاخدني معاك. أنا نفسي أشوف الواد اللي بيبعت الرسائل دي ملامح أمه إيه؟ بيجيب الإصرار إنه يبعت الرسائل دي كل شوية إزاي؟ طب بلاش الإصرار، جايب الرصيد الكتير ده منين؟ غريب أنت ليه؟ إيه؟ انت مين؟ انا غريب. انت ازاي غبي كده؟ يلا يا غريب نروح الفيوم. ماشي حاضر هروح. الهي يا ربنا يجعل لك في كل خطوه خازوق يا سعدون. وليه السيره الهباب دي على الصبح؟